الوطني، وكنشكر الاخوان ديالنا الهيئات النقابيه اللي حضروا معنا وساندوا مع هذا السائق المهني اللي تعرضنا هذا السائقه اللي نزلت عليهم، لان دائما ما تعرفش الغلط من واش من السائق ولا من الزبون. الحمد لله تم التوافق وتم الصلح لولا التدخلات ديال الهيئات النقابيه اللي هما حضروا معنا، وكنا عندنا اليقين في الله وعيوقع هذا الصلح هذايا، لان اي واحد في الدنيا كيخطا. فلهذا الحمد لله تم التنازل، السيدات نزلت من السيد، تم التصالح مع بعض بيناتهم. فلهذا كنتمنى من الله دائما هذا الراي العام يشوف الرؤيه ديال السائقين ويشوف الرؤيه ديال المواطنين، لان دابا ملي كيبقى شي وحده بحال هذايا كيقول لي كاين الغني وكاين الفقير، ملي كتسمع شي حاجه كيمشي الصوره ديال السائق المهني بصفه عامه، ان السائقين التاكسيات ماشي مزيانين، رغم ان السائقين ملي كيهزوا ترابي كيهزوا اربعة الحواول ترابيات صغارين ما كيشوفوا لهمش هاد المصالح، ملي كيشوفوا السائق كيبقى 24 ساعه كينعس هو الاخر هو الاولاني ما كيشوفوش هادي. كنوضح وكنوجه كلمه للمواطنين ان السائق المهني ما تلوموش، راه كاينه بزاف ديال الضغوطات، راه السائق المهني مضغوط من الريسيتا، مضغوط من التسعيره، مضغوط من الطرد التعسفي، غازوال الدعم ديال غازوال مقسي منه. فلهذا ما خصكمش يعني تاثروا على السائق. انا عندي يما كتشبر التاكسي، اختي كتشبر التاكسي، خاي كيشبر التاكسي، حنايا كيقول لك لا هذاك ما كيبغيش يهز ثلاثه، لا هذا دائما لا، حنايا ما عمرنا نحكموا على الغايب، الا عمل واحد شي خطا خصنا بالنسبه لهذا المقطع ديال اللي وقع التسريبات ديال هذا العنف اللي تعرض ليه له، راه كتبقى ساعه ديال الغضب والانسان في الدار ديالو مع وليداته كيتغير، ماشي غير ما كانش حاجه. الزبونه يعني تقدر هي تكون خطات، تقدر يكون هو السائق هو اللي خطا. فلهذا ساعه الغضب كتدخل، ولا لولا راي العام ما كانتش غتوصلنا هذه الحاله هذه، لان هي ماشي تم الامن هو اللي اعتقلوا، راه الراي العام هو اللي خص اعتقل هذه السيده. بزاف ديال الشائعات كيوقعوا بحال هدايا وما كيوصلوش لهذ الحاله هذه، ولكن ملي كتوصل الحاجه للموقع التواصلي ضروري ما كتوصل الحاله هذه. والحمد لله دابا كنتمنوا نوضحوا هذه الامور للسائقين والمواطنين بلي ان راه تم الصلح بيناتهم من الطرفين ما بين الزبونه وبين السائق المهني. جينا اليوم كنأثروا الاخ ديالنا، البارح قمنا ببعض الاجراءات مع السيده المعنيه بالامر، طلع مشى عند الرئيس سي محمد احمد الوهابي وفؤاد الزوجه المسكن ديالها وتحاوروا معها، والحمد لله جات بنتائج ايجابيه انها كانت عندها رغبه انها تسامح، كما معروفين ان المجتمع المغربي معروفه فيها روح التسامح والتعاطف. الانسان وقع بينته واحد الغيار واحد سوء تفاهم، هو ما كانش غيوصل لهذه المرحله هذه، ولكن ذاك اللي صور هو اللي عمل هذا المشكل هذا، هذاك مواطن غير صالح كيبغي ضرر لهذ البلاد، كيشوه السمعه ديال البلاد. اما حنا كمجتمع مغربي كندابزو مع بعضيتنا، كنتصالحوا كنتازروا، كتوقع شي مشكله كنتعاطفوا مع بعضيتنا، هذه هي المشاكل اللي وقع. المشكل ما كانش غيوصل اتفاق حتى لهذ الدرجه هذه، ولكن هذا زاد الطين وبله بهذا الانسان هذا، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. والحمد لله المجريات ديال القضيه تمت بخير، والسيده الحمد لله تنزلت له، ودابا هو في المحكمة إن شاء الله، وبعد واحد ساعات يتم الإفراج عنه. والحمد لله المغاربة كاملين تعاطفوا مع ديك السيدة. الزميل ديالنا زميل متخلق صراحة، وعنده أمراض بوبرية منا، عنده السكر، يمكن كان ديك الساعة هذيك مضغوط، هو هادو التصرفات ماشي ديالو كما كنعرفوه، ولكن كما يقول المثل بلغ السيف الزوبة، وكانت بطونة الحمراء شعلت كات عليها، قدر الله ما شاء فعل. تا هو مسكين مول الوليدات، وتا هو انسان خالوق، ودابا هاد الاسره هادي ديالو، الاسره ديالها اصبحوا عائله، وكيعرطوا على بعضيتهم، وكيقولوا لهم اجيو عنا، ويا اخي كيقولوا لهم اجيو عنا. والحمد لله على هذا الكرم اللي في المغاربه، وهذا الحب لبعضيتنا، وتحيه للجميع الاخوان. خصوص هذا الموضوع اللي اثار ضجه كبيره في التواصل الاجتماعي، وكذلك نقلته مجموعه من وسائل الاعلام المحليه والوطنيه، ف ديال هذا السائق المهني اللي عنف هاد السيده، صراحه حنا كنتاسفوا على هذا الوضع، ولكن الحمد لله يعني دابا يعني بدات بوادر الصلح ما بيناتهم. حاليا كنتسناو يعني بالنسبه لديك التنازل، بالنسبه اللي يعني صراحه اللي قالت الضحيه بان غادي تنازل، بالنسبه ان شاء الله يعني هاد الناس هادو صراحه اللي هما طيبين، يعني تلاقيناهم طلعنا عندهم كسائقين مهنيين، حاولنا اننا كيفاش يعني
يعني نقنعوهم بان الغلط راه كيوقع في هذه الامور. الضغوطات اللي كيعاني منها السائق المهني يعني كما يعني احنا كمرصد وطني النقل وحقوق السائق المهني راه صراحه كي يعني كنعيشوا في هذا القطاع، كنعرفوا المعاناه اللي يعني كيعيشها هذا السائق المهني من اكراهات حقيقيه، لا بالنسبه لارتفاع الريسيتا ولا كذلك بالنسبه لعدم استقرار في العمل. دائما كنقولوا بان بالنسبه لو وقع مثلا غير شي سوء تفاهم ما بين المشغل والباترون والسائق المهني راه فهمتي كيوقع له الضرب التعسفي. لماذا؟ لان المحكمه يعني لا تعتبر السائق المهني اجير يعني في حال الانسان كيخدم راسه، وهذه ضغوطات كبيره يعاني منها هذا السائق المهني. بالتالي هنا حنا كمرصد وطني للنقل وحقوق السائق المهني يعني كنستبشروا يعني بهذه البادره وبهذا الخبر هذا اللي هو خبر صار يعني يفرح المهنيين وكذلك يفرح كل يعني من يعني له ضمير، لان المسامح كريم وكما كنعرفوا يعني الخير يعني هو في الصلح والخير. I'm sorry.